مرحبا، معكم خمانة من هاربرز بازار العربية. برحب فيكم بحلقتنا الأولى من أخبار الموضة، واللي عادة منتابع فيها آخر أخبار عالم الأزياء والموضة وصيحاتها. حابة خصص هاي الحلقة لحدث كتير مهم بهذا الموسم، وهو عروض الأزياء الراقية أو الأوت كوتور لعام 2018. عروض الأزياء الراقية لهالموسم حدود كتير مميز لمصممين موهوبين من عالمنا العربي. رح نبلش مع المصمم اللبناني المعروف جورج حبيقة. من روائع الحضارة اليونانية ومن أعمدة المعابد الإغريقية القديمة، استوحى المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة مجموعته للأزياء الراقية الأوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2018. فزين الثنيات أنيقة الأسواب الطويلة اللي صممها، واستعان بالتطريز البراق لتزيين الأقمشة الفاخرة اللي نفذ بها أزياءه. فاتخذت حبيبات الكريستال شكل رسوم تتراقص معبرة عن جداريات منحوتة ومشاهد من الميثولوجيا الإغريقية الرائعة. هلأ رح ننتقل للمصمم اللبناني توني ورد. قدم توني ورد في مجموعته للأزياء الراقية لربيع وصيف 2018 أشكال متكررة مشغولة يدوياً بحرفية على الفساتين المصنوعة من الحرير والأورغانزا والتيول المطرز، إضافة للساتان المقطع، وتراوحت الألوان بين الوردي الأرجواني، الأخضر الفاتح والأبيض الكريمي. هالشي هاد أطفى ضوء على المجموعة وعطاها إحساس صيفي منعش. راني زاخم عمل اسم مميز بعالم الأزياء الراقية، وبمجموعته لربيع وصيف 2018 للأوت كوتور خصصة للمرأة البركانية. إطلالات للوحة ثورة بركان تسخر بتفاصيل فخمة منمقة بمجموعة المصمم اللبناني للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2018. فجأت التصاميم بتضج باستعارات متوهجة لعب فيها عنصر النار دوره من خلال تفجيرات الألوان وشلالات من الذهب وتنميقات الأحجار الكريمة بألوانها الصاخبة. وبختم معكم مع المصمم السوري رامي العلي اللي اختار قصر بمدينة ميونخ الألمانية ليكون مصدر إلهامه بمجموعة الأزياء الراقية الأوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2018. رجع مصمم الأزياء السوري رامي العلي مرة تانية للعاصمة الفرنسية ليعرض مجموعته من الأوت كوتور لربيع وصيف 2018 بفندق الريتز بباريس. استلهم العلي مجموعته من المنحوتات الجدارية اللي زينت القاعة واللي قام بتصميمها جوهان جوتشيم، لتعكس هالتصاميم بتفاصيلها الأناقة والإبداع الرومانسي بأحلى معاني. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهالحلقة اللي اخترنا لكم فيها مجموعة من عروض الأزياء الراقية من موسم ربيع وصيف 2018. تابعونا بالحلقات الجاية من آخر أخبار الموضة، ولا تنسوا تتابعونا على موقعنا الإلكتروني وعلى كل من حساباتنا على الإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب.